الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه، قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها بالدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، وهل الاستئذان هنا للوجوب أو للاستحباب؟ على صحة هذا الحديث أنه يكون للاستحباب لا للوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتاج من عمر رضي الله عنه شيئاً، فلذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب إرادة المصنف لهذا الحديث وهو الشاهد لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن له قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفي رواية: أشركنا يا أخي في دعائك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما يسرني أن لي بها بالدنيا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يدعو له وأن يشركه في الدعاء. فهذا هو الشاهد للنووي رحمه الله تعالى لما بوب له في هذا الكتاب، أنه يطلب الدعاء من الرجل الصالح وإن كان مفضولا. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر، ومع ذلك طلب منه الدعاء. وهذا الحديث يدل على جواز طلب الدعاء من الغير، ولكن هذا الحديث كما مر علينا في دروس سابقة أن العلماء اختلفوا في ثبوته، فمنهم من أثبته ومنهم من ضعفه. والصحيح أنه حديث ضعيف، الصحيح أنه حديث ضعيف، ولكن معنى الحديث صحيح، معناه صحيح، لأن هناك أدلة أخرى تدل على هذا المعنى، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أبا بكر وعمر أنهم إذا لقي أويس القرني فإنهم يطلبان منه أن يستغفر لهما، وذلك لأن أويس القرني كان بارا بوالدته وكان مجاب الدعوة، فلقيه عمر في الحج وأمره أن يستغفر له. ولا شك أن عمر وأن أبا بكر أفضل من أويس القرني، بل لا مقارنة، ولكن لأنه رجل صالح مجاب الدعوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر إذا لقياه أن يطلب منه أن يستغفر لهما، يعني يدعو لهما. فدل هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يطلب الدعاء من الغير، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن تطلب من الغير أن يدعو للمسلمين عامة، فهذا لا بأس به ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وتدل عليه الأدلة، كما في حديث الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا رسول الله، يعني هلكت العيال، ونحو هذه العبارات التي فيها طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بأن ينزل الله الغيث. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يغيث الناس فأغاثهم الله، وبعد أسبوع عاد إليه وأمره وطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوقف المطر لما حصل من الضرر، فدعا الله عز وجل بأن تكون على الأكام والضراب، فاستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الدعاء الذي طلبه هذا الرجل من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة لعموم المسلمين، ومنها أيضا قصة عمر مع العباس بن عبد المطلب عندما وقع القحط، قال: يا عباس،
إن كنا نتوسل إلى الله برسولك، برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدعائه أن يدعو الله عز وجل، وإنا نتوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالعباس، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس رضي الله عنه ودعا الله عز وجل أن يغيث الناس، مع أن عمر أفضل من العباس، ولكن هنا يدل على جواز طلب الدعاء من الرجل وإن كان مفضولا، ولكن إذا كان رجلا صالحا. فهذا الطلب من عمر رضي الله عنه ومن هذا الرجل الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم طلب لعامة الناس، وهذا لا بأس به أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو للمسلمين عامة أو ما فيه مصلحة للمسلمين. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تطلب من هذا الرجل أن يدعو لك لمصلحتك أنت فقط، لمصلحتك أنت فقط، بأن تدعو تقول له أدعو الله لي أن يرزقني، أدعو الله أن يعني يوفقني، ونحو هذه العبارات. فهذه يعني هذا القسم اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال أنه لا بأس به لعموم الأدلة، ومن من قال أنه خلاف الأولى، وهذا هو الظاهر أنه خلاف الأولى، وذلك لأن الإنسان أقرب إلى ربه من غيره، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت ادعو الله عز وجل، لست بحاجة إلى أن يدعو أحد لك، ادعو لنفسك، وتضرعك إلى ربك أقوى من تضرع غيرك لربك لك، لأنك الأحوج وأنت صاحب الحاجة، فإقبالك على ربك أعظم. وسبب ذكر بعض أهل العلم أن هذا خلاف الأولى، قالوا لأن طلب الدعاء من جنس طلب الرقية، من جنس طلب الرقية، وطلب الرقية من الغير وإن كانت جائزة إلا أنها خلاف الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقالوا يا رسول الله من هم؟ قال الذين لا يسترقون. اسمعنا، لا يسترقون يعني ما يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم، إما هم يقرأوا على أنفسهم أو يأتي أحد يقرأ عليهم من دون ما يطلبوا، توكلا على الله عز وجل. لكن لو طلبوا يجوز، لكن الأكمل أنك ما تطلب. فكذلك طلب الدعاء من جنس طلب الرقية. فقال هنا خلاف الأولى أنك تطلب من غيرك أن يدعو لك إذا كان هذا لمصلحتك أنت. هذا القسم الثاني. القسم الأول أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لعموم المسلمين، هذا لا بأس به وجائز، ولا نعلم فيه خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. الثاني أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك لمصلحتك أنت، فهذا الذي اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال أنه لا بأس به، ومنهم من قال خلاف الأولى، لكن لم يقل أحد من الناس أنه محرم، لأن الأدلة تدل على جوازه، لكن اختلفوا هل هو خلاف الأولى أو لا، والصواب أنه خلاف الأولى. الحالة الثالثة أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له لينتفع الداعي والمدعو له، ينتفع المدعو له بأن الله عز وجل يستجيب دعاء هذا الداعي، ولمصلحة الداعي بأن هذا الداعي يفعل عبادة وهي الدعاء، ويكون في عون أخيه المسلم. فإذا كان بهذا القصد أنه ينتفعه وينتفع الداعي، فهذا الذي تحمل عليه الأدلة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية جمعا بين الحديث الواردة في هذا الباب، وهذا جمع حسن. فإذا أراد الإنسان من غيره أن يدعو له فلينوي هذه النية، أن ينتفعه وينتفع الداعي. ولكن الأصل أن الإنسان لا يطلب الدعاء، وإنما يدعو هو لنفسه، يدعو هو لنفسه لأنه أقرب إلى ربه، وهو الأقرب والأخشع لأنه الأحوج، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوا فلانا يدعو لكم، وإنما قال ادعوني أستجب لكم. والدعاء لا شك أنه من العبادات العظيمة التي يغفل عنها اليوم كثير من الناس. فالدعاء يا عباد الله هو السلاح الذي لا يغلب، خاصة إذا كان في أوقات الإجابة وكان بحضور قلب، فإنه لا يكاد أن يرد، ومن أكثر
طرق الباب يوشك أن يفتح له. من أكثر من طرق الباب يوشك أن يفتح له الباب. ومعنى هذا أن الإنسان يواصل الدعاء، لا يقول دعوت ولم يستجب لي، كرر الدعاء إلى أن تموت، لأنك في عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له إحدى ثلاث. إذا دعوت الله عز وجل فأنت على أجر في كل أحوالك، وأنت على خير في كل أحوالك. قال: إما أن يستجاب له، الأولى إما أن يستجاب له، ثانيا وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر دعائه. الأولى يستجاب له، إذا لم يستجب له يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا. الثالث أو يدخر له ذلك يوم القيامة. يعني إذا دعوت الله ما أنت بخسران أبداً أبداً، إما يستجاب لك، إما يصرف عنك من السوء، وإما يدخر لك هذا أجراً عند الله يوم القيامة. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله، يعني نكثر من الدعاء. قال: فالله أكثر، والله عز وجل يستحي أن يرد أن يرد يد عبده صفراً إذا رفعها إليه. فالمسلم عليه أن يدعو ربه سبحانه وتعالى ولا يحوج نفسه إلى الناس، خاصة في مسألة الدعاء. وهنا نبه على مسألة أن اليوم كثير من الناس يعني يرسل طلب الدعاء ليس لرجال صالحين بل لعامة الناس أن يدعو له، وهذا فيه نظر بلا شك. مثلا يكتب رسالة في وسائل التواصل: ادعوا لي فلعل من بينكم رجل مستجاب الدعوة. يعني لا نقول أن هذا حرام ولا يجوز، لكن يعني هذا خلاف الأولى. يعني حتى الأدلة التي جاءت في طلب الدعاء من الغير تكون لرجال صالحين، تأتي لرجل بعينه من رجال صالحين تقول ادعو الله لي، لكن أن تطلب من عامة الناس أن يدعو لك فهذا لا أعلم له أصلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.